الناس بقى عايزه تتخن، لا محظوظه، انا مش اكتر ناس محظوظه في العالم بجد يعني، ما شاء الله. لا ازاي ازاي، اصل الاكل دي متعه، الاكل يعني ما علينا، هقول اكل وما اتخنش. طيب الناس دي برضو تعمل ايه؟ مريض النحافه، او مش هنقول عليه مريض، النحيف، تمام، نفسيته عامله ايه؟ لان في عامل نفسي وعامل ضغط نفسي رهيب. وعلى فكره الناس للاسف مش بس ممكن يقولوا كلمة توجع شوية للإنسان اللي مليان، لا ده ممكن كمان يتنمروا على الإنسان النحيف. أنا يعني بشوف من الناس اللي بتزورني، لا في كلام كتير، وبقى خلاص حافظين الرد. أوكي. اللي هو أنا ما باكلش، شكلي تعبان، ها وإيه تاني؟ إيه تاني؟ الشخص ده لازم ياخد باله قوي من المعادن بتاعته، زي ما قلنا الكالسيوم والحديد، وضيفي عليه الزنك. الزنك لو قليل في الجسم هتلاقي التذوق وحاسه الشم هتقل، وعشان كده ايام الكورونا قالوا لنا خدوا زنك. ايوه صح. اوكي. صح. الشخص النحيف ده لازم ياخد باله اللي هو ما يفركش في المكان كتير، يعني تلاقيهم دايما طالعين السلم ونازلين السلم، كل حاجه معتمدين على لا نقلل شويه. وعلى العكس بقى يبتدوا يشتغلوا على الاوزان، يشيلوا وزن، او بنقول عليها رياضه المقاومه، يلعبوا رياضة مقاومة أكتر من يلعبوا الرياضات الهوائية أو اللي هي اسمها كارديو. كويس جدا.